السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيناكم موضوع جديد، موضوع ربما ما تكلموش عليه بزاف الناس، وخصنا كلنا نتكلموا عليه، لأن هذا المشكل تيكون دائما ما بين جوج ديال الناس، مثلا صديق والصديق ديالو، أو مثلا الجار والجار ديالو، أو مثلا الشركة والشركة اللي منافسة ديالها، او مثلا عند الناس اللي ما كيفهموش، مثلا اللي ما كيعرفوش بحق هاد الثنائي اللي هما تيكونوا مزدوجين في القرابة، غير الناس اللي ما عارفينش بحق هاد الشيء اللي غادي نحكي عليه، خصوصا الا كانت كتجمعنا ديانة واحدة اللي هي الاسلام، وكتجمعنا الجورة، وكتجمعنا اللغة اللي هي متقاربة، يعني أكثر من ما يعني أكثر من اللي نتقاربوا مع جارة تانية، وبيناتنا حدود. أكيد أنا غادي نتكلم على الجزائر. الجزائر هذا موضوع سياسي، وأنا ما غاديش نطرق ليه 100%، وإنما جزء منه. احنا كلنا كنعرفوا الخلاف اللي بين المغرب وبين الجزائر، اللي هي الاساسي هو الصحراء المغربيه، وجاتنا واحد الوقت من قبل السبعينات، لكن جات 75 وخلتنا دخلنا وخدينا الحق ديالنا اللي هو مفروض هو ديالنا. وطبعا هذا الشيء اللي شاركت فيه جميع الدول، وكان في واحد البهج، وكان في واحد الخشوع، وكان في واحد اللي عقل على هذاك الوقت، راه كان كيعم واحد الصمت دائم في المغرب، لان الناس كلها رحلات وتخطت الشروط الاساسيه اللي ممكن الانسان يمشي بها لهذاك التحرير ديال الصحراء المغربيه، المسيره الخضراء، وصافي حطينا يدينا على واحد الحق ديالنا، وخصنا نخدموا عليه كتحرير وكانضمام وكحق ديالنا هو مشروع. طبعا بعد جاتنا شي حويج كنشوفوهم، ان ديك الصحراء بحال الناس بغيو يبعدوها علينا. احنا ما غندخلوش في تفاصيل كثيره، ولكن احنا غنركزوا على الجاره الجزائر. هاد الجورة اللي بين هاد البلدين الحبيبين اللي انا كمغربية غادي نتكلم عليه، انا صادفت برات البلاد جزائريين ما شاء الله عليهم كيهضروا بواحد الحب وما كيدخلوش في السياسة، وإلا طاح المغربي على الجزائري كيعاونوا، سواء في اوروبا او في امريكا او في دول الخليج، وإلا طاح المغربي على الجزائري كيعاونوا، وما كايناش هاد المشاكل اللي كنشوفوها سياسيا، واللي كيخدموا فيها الكبار ديالهم هما كيخدموا فيها الشعب ديالهم، لدرجه كيخليوا الاوامر ديالهم اللي الشعب ديالهم تغلب على هاد الاوامر هذه، وكيخدمها من تحت لتحت ما بين الشعب الثاني اللي هو المغربي، لكن بالذكاء ديالهم هما. طبعا انتم كلكم كتعرفوا الذكاء الجزائري، يعني راه ما كاينش الذكاء الناس الكبار ديال الجزائر، ما كنحكيش على الشعب، واحد الذكاء اللي حتى حكام بلد ما يقدروا يوصلوا لذاك الذكاء اللي عند الحكام ديال الجزائريين. وكيف قلت لكم انا ما غنطرقش للسياسه كامله، وانما كنهضر على موضوع سطحي. وما قدروش ينجحوا في تفرقه الشعوب، ما قدروش ينجحوا فيها. كانت الشعار ديال الجزائريين، الشعب الجزائري، هو خاوة. وفعلا صار الترديد ما وراء الشعب الجزائري للشعب المغربي خاوة. وقلنا ما كيناش العداوة، وقلنا فعلا ما كيناش العداوة، الى الكبار داروها يبردوها الصغار، مع العلم الى داروها الصغار كيبردوها الكبار. دابا العيب انه داروه الكبار يبردوها الصغار، والكبار من ناحية تانية، من ناحية الجزائرية، أما إحنا كمغاربة تربينا وتخلقنا على الحب وعلى الضيافة وعلى الكرم وعلى كل شيء
اللي هو طيب كينبع من المغاربه وكي يتمناه الشعوب كلها، ماشي احنا قللنا من الشعوب كلها، وانما الكرم الناس كرماء ولكن كيجيو عندنا كيلقاو كرم اخر، الناس حبوبين كيجيو عندنا كيلقاو المحبه عندنا غير، يعني كيلتمسوها فينا احنا كمغاربه وكبلد وكحكام. احنا مغاربه ما عندناش مشاكل مع دول اخرين، لكن المشاكل اللي كتخرج كتخرج من عند الجزائر ومن دول تانية اللي هي سبحان الله المجاوره ديالنا. نقدروا احنا مثلا كمغاربه كنا في شي بلاصه وجمعنا احنا ثلاث دول او اربعه، نعطي اربع ديال الدول، كينضموا معانا جوج ها وجوج ما كينضموش معانا، احنا نخرجوا المغرب وكاينين اربع دول، وما كنتوما فاهمين من ضمن الناس اللي كيكونوا في الاول الصف الاول منضم معانا كمغاربه وهما الجزائريين ما كيفوتوناش. لكن الناس وكاينين كاين دوله ثانيه، هادو كلهم تندوي لكم انا على الجيران. غنرجعوا للاساس ديال هذا الكلام، الاساس ديال هذا الكلام هو كره القدم. كره القدم اللي دخلت او بمعنى اصح دخلتها السياسه الجزائريه كضربة قاضية لنا احنا مغاربة، احنا هذه غير كرة كواتشو كون كانت لها القيمة ما تبقاش تضرب بين الرجلين، ضربة هنا وضربة هنا وضربة هنا، وفي الاخير منين دخلت احنا راه لعبنا جوج لجوج، يعني تعادل بلانتيات اكيد، حتى ولو خلصوا عشرة الضربات العشرة الضربات وكنا يعني ما كانش دخلات راه غنعاودو نبقاو تما تيصبح الحال، ولكن دائما حنا كروح رياضيه كنعرفوا واحد رابح واحد خاسر. صحيح لو كنا حنا ربحنا كمغاربه ما كانش غادي نتاثروا كاننا احنا ما ربحناش، ولكن حنا ما عارفينش ان في النهايه كاينه غير رابح واحد، حنا عارفين اكيد، لكن اللي ما عارفش ان السياسه الجزائريه عارفه انهم هما اللي غادي يربحوا، ممكن هما ياخذوا الكاس. حنا ما قلناش لا، لحد الان حنا كنهضروا على شي حوايج طرات لينا، وحنا كمغاربه فرحنا اكيد تالمنا، عادي شيء طبيعي، حاله نفسيه عاديه كتمر على الانسان حتى ولو كان بوحدو مثلا او كيرصب في شي امتحان خاص به او مثلا تحقر حدا شي حد، الا كتمر عليه واحد الحاله نفسيه خفيفه طريفه هكا عابره، ايه ما عجبناش الحال ولكن فرحنا، كانت روح رياضيه وكان حتى الماتش كان في واحد الجو زوين ونظيف وبشهاده الناس كلها اللي تفرجات فيه. والجزائريين قالوا بالله راهنا ضد الضرب، ناض الضرب من الجزائريين للمغاربه او من المغاربه للجزائريين، ما نقدرش نقول مين على مين، ولكن هذا الشيء مرفوض في دول الخارج، دول الخليج مرفوض فيها العنف، اللي مشى حتى دار شي مشكل الا وكيمشي يتربى، اللي عمره ما مشى للخليج ومشى كيشوف النظام مسير، الخليج كامل عندهم نظام مسير ما فيش المشاكل، فيه الاتحاد لانهم هما كخليجيين متحدين، دوله متحده عن نفسها ومتحدين كخليجيين كلهم. النظام كيف قلنا، الادب الاحترام، يعني احنا ما غاديش نقولوا احنا ما محترمينش وما مادبينش، ولكن هاد الناس منين بداو الحياه ديالهم بداو الدولة ديالهم منظمة على الحياة في نظام وفي احترام على المواطن وعلى الوافد. في أي دولة مشيتي لها كيفاش غادي ينوضوا يسمحوا للناس ينوضوا يديروا الفوضى؟ ومن ضمن الشروط ديال الدخول ديال التيرانات اللي هما صرفوا عليهم فلوس هو النظام وقوانين كتقرا محطوطة في أي مكان، ما غاديش يجي شي واحد ويدخل ويدير مشاكل، هذا اولا، هذه ما كيناش. وبالنسبه للجلوس هذا ما يجلسش هنا، لا الناس كلها عارفه فين تجلس، ولا دخلتي التيران وما لقيتيش المكان غادي تجلس حدا المنافس ديالك ماشي هو العدو ديالك. وحنا الحين كنهضروا راه الجزائر ماشي عدو ديالنا، الجزائر راه جارتنا، والجوره راه وصى عليها الله والنبي بان هذاك الجار كان واحد النهار غادي يورد في جاره، والجار راه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ألف صلاة وسلام
راه كان جارو يهودي وكان كيدير ليه مسائل اللي حنا حاليا الا دارها لينا جارنا غير من تحت لتحت واخف ما كناش غادي نقبلو. ولكن حنا تربينا على السيره النبويه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان جارو يهودي كان تيدير ليه بزاف ديال الفعيل. واحد النهار الصباح قال انا غادي نحل الباب ونخرج عليه الف صلاه وسلام، لربما لقى الزبل حدا الباب، لقى شي حاجه مجهز حاله ما لقاش، استغرب واه زعما هاد السيد دار عقله. بدا تيسول عليه باش تشوفوا كيفاش الجوره كانت، بدا تيسول عليه قالوا ليه مريض. دخل زارو اللي خلى هذاك اليهودي سلم وعرف التربيه والاخلاق والمبادئ والرساله اللي جايب الرسول صلى الله عليه وسلم منها الاخلاق. احنا كدول العالم كلنا عندنا شيء معين اللي كيرمز لهذيك الدوله، هذيك الدوله عندها رايه وهذيك عندها رايه وكل رايه كتختلف على رايه، وممكن نبقاو بعض المرات كنحيروا في الالوان ديال الرايات كيكونوا مختلفين لكن كيكونوا عندهم خطوط مختلفه، كاين اللي على العرض وكاين اللي على الطول وكاين اللي كتجي في النص. المهم من شروط هاد الرايات هو الاحترام والتقدير. انا مضاربه مع الجزائر خصني نحترمها ونحترم الرايه ديالها الا كانت، والرايه كتنكس في حاله وفاه رئيس دوله او حاكم دوله، كتنكس كتنزل عمرها ما كتهبط، كتطلع اذا كانت الامور سليمه، في حاله كان حزن كتنكس وكتنزل. ما يمكن ليناش حنايا كبشر يعني ما غاديش نوضو حنايا نقومو الراية احسن من الدين، لكن الدين اولا وكيعطينا الرموز اللي كانت هاد الراية حتى هي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندها واحد القيمة. يعني ما نقدروش الراية الا طلعت كنعرفو علاش طلعت، و الا هبطت كنعرفو علاش هبطت، ونجيو حنا وناخدو راية بلادنا وما نحترموش الجورة ما نحترموش الدين وما نحترموش القيم وما نحترموش المبادئ ونوضو نحرقوها. باش تحرق راية راه عندها عقاب، والجزائريين ماشي كلهم حرقوا الراية، ماشي كلهم، البعض منهم، وهذوك البعض منهم اللي هما نفسهم اللي كيدخلوا عندنا في فوكونت وكيبداو يعيروا في البلاد وكيعيروا لنا في الملك ديالنا وكيعيروا لنا في الشعب ديالنا وكيديروا فتن وتيكونوا كذباب الكتروني، هما نفسهم كيدخلوا نفسهم كمغاربة، هما نفسهم اللي داروا هاد الشيء. يعني انا ما يمكنش ليا 10 الناس نقولوا حنا 6 فيهم خايبين وربعه مزيانين ونوض انا هذوك الربعه نعاديهم ولا ندير لهم مشكل ولا لا، بالعكس انا هذوك الناس اللي خايبين غادي نحاول معاهم يكونوا مزيانين. ولكن الا هاد الناس مثلا ما بغاوش يتقوا الله وما بغاوش يحشموا خصنا نعطيهم اتساع، ولكن باش يجيو يتعدوا على الحقوق اللي هي الدستور عاطيها لي كحق احترمه واقدره واقدسه ديالي وديال غيري ما نتخطاهاش، هذا حقد، هذه عباده تخطت الدين والقران والسنه. كيفاش تنوض انت وتحرق الرايه؟ علاش؟ لانك هزيتي كره ودخلتيها للشبكه بس مره واحده، ما هي جوج ما هي ثلاثه ما هي، ماشي في اللعب العادي اللي هي البيلانتيات وتنوض وتفتخر براسك. علاش؟ واش انت ضامن انك غتاخذ الكاس؟ ضامن انك غتاخذ اللقب؟ ولا غير جاتك فرصه؟ هذا كيبين الضعف ديال الناس اللي حاكمين الشعب اللي عاطينه فرصه انه يحرق اي شيء. كيفاش نتوما حرقتوا الرايه وحنا ما مستغربينش؟ ما نتوما حرقتوا شاب من عندكم باش تلفقوه لينا احنا مغاربه، ولفقتوه لينا على اساس احنا اللي حرقناه. نتوما الصومعه الكتبيه قلتوا تهزت من عندنا وجات عندكم، انتوما العيون ديال الماء مفرقعه في الحدود ديالنا قلتوا حنا اللي خديناها لكم،
بزاف ديال الحوايج اللي كنستغربوا فيها انكم نتوما كتكلموا فيها وما كتوعوش بنفسكم اش كتقولوا. الا كان القفطان قفطان مغربي وكتخليوه ينتمي لكم، اي تاريخ اي فصالة عندكم، اي حاجة، كل شيء كل شيء، اي حاجة اللي هي دخلت لعندكم وعندكم فيها اثبات ان هذاك القفطان ديالنا ديالكم. الكسكسو اضعف الاشياء للطعام، الكسكسو كتقولوا انه ديالكم، ما خليتو حتى شي حاجه قلتوما حنا، ما انتم دابا كتدعيو الضعف وحنا كتعطيونا القوه. يعني حنا هادشي كاع خديناه وحنايا كلشي هادشي وكتقولوا انتم خديتوه، حنا خدينا لكم. ورغم ذلك حنا ما كنلتفتوش للغور، لان حنا كشعب كنعرفوا نزيدوا للقدام، كنعرفوا اش نديروا، كنعرفوا نقولوا الله حق، وكنشهدوا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكنمشي وراء تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا من هاد الشيء كامل انا ما كنهضروش سياسيا، كنوضحوا على اساس ان المغرب بلد عنده واحد السيادة وعنده الحق انه يدافع على راسه في اي وجه كان، باي وجه كان يدافع على راسه. لكن اللي كنشوفوه من الجارة ديالنا اللي حنا كنحترموه هي ما كتحترمناش، اللي حنا ما نقدروش نحرقوا العلم ديال اي دولة، بالعكس نقدسوها ونحترموها ونعرفوا ان هذاك البلد الرمز ديالها شيء يحترم، وهذا دليل على اننا احنا متربيين وعارفين، عارفين اللي لينا واللي علينا. وكتبقى الكرة غير كرة، كتبقى غير هي كاوتشو. لو كانت عنده واحد القيمة، القرآن سبحان الله العظيم كيتحط في واحد المكان وكيتقدس وكيتباس. الكرة ما هي إلا كرة كتمرمد بين الرجلين. هذاك علاش أنا كنظن بزاف الناس اللي هضروا باختصار، باختصار هضروا وما عطوش الموضوع أكثر من حده. والشعب المغربي والشعب الجزائري خاوة خاوة، ولكن الناس اللي كيبغيو يكملوا على الفتنة خصهم يعرفوا المصير ديالهم مع هاد الناس اللي كيحرضوهم شناهو، يشربوا حالهم ويمشيو عندهم ويطلبوهم شي حاجة اللي ممكن تخدمهم ويوقفوا، لانه خدموا هذاك الشيء اللي قالوا لهم، بغاو دابا البديل ديال البديل ديال ديك الخدمة اللي خدموا ضد المغرب، انهم تعطاهم جائزات ويوقفوا ما يبقاش يخدموا ابدا. لكن هذوك عندهم واحد العصا كيمشيوهم بها كيف ما بغاو، ويبقاو دائما يمشيو وراهم ولو بغاو ولا ما بغاوش، وما يقدروش يوقفوا وما غاديش يعطيهم اللي يغنيهم. الا كان غير غادي ندافع على بلادي خصني نقلب ليها الامن والامان، ماشي ندافع على بلادي وندير لها الفتن. وكلمه خاوه خاوه احنا باقين غاديين عليها، سبحان الله انتم قلتوا خوا خوا وحنا قلنا وبلا عداوة. يعني كيبقى الميزان شنو هي اللي تقل، واش خوا خوا ولا بلا عداوة اللي هي خرجت من المغرب من المغاربة. كنتمنى ان الجزائريين يفهموا ويوعاو، مش يضرنا الحال لان الى حرقتوا الريارة غلبتونا، لا لا، احنا كنعطفوا عليكم، احنا كنبكيو من قلبنا دم عليكم، على اساس انكم انتم ما عندكمش مبادئ وما متربينش وما متخلقينش. وبين قوسين انا كنتكلم غير على الناس اللي كيقلبوا على الفتن. الى كنتوا الكبار ديال الدولة ديالكم ما كلاو البنان حتى كبروا وما شربوا الحليب للحين باقي ما شربوش، وإلا كانوا الناس كيطلعوا من عندكم تيقول لك كيعجنوا الخبز فيه الدود، والبلاد ديالكم تاريخيه وزوينه وما بيناش. وإلا كانوا الناس ديالكم كيجيو عندنا المغرب وكيبهاو وكيتبهروا في البلاد، ما عندنا ما نقولوا في هادشي. لكن احنا كنشرحوا على اساس ان المغاربه والجزائريين المتفرجين اللي كاينين في دول الخليج راهم متخلقين ومتربيين. الى تقام شي حركه تقامت داخل الملعب على اساس الرايه المغربيه ما تهزاش وتهزت الرايه الفلسطينيه،
هما كيحاولوا يبينوا لنا انهم هما قلبهم على فلسطين. فلسطين بعيده عليكم، عمركم تقربوا ليها قد ما قربت لها المغرب وقدمت ليها بزاف ديال الحوايج اللي تقدروا تموتوا وما توصلوش لشويه من داك الشيء اللي تقدم. وماشي غريب عليكم انكم بينتوا انكم في خطأ فادح فادح جدا، دخلتوا الحقد داخل رفع الرايه ونزل الرايه، هذا ماشي مشكل. وهذيك الرايه اللي نزلتوا قمتوا بحرقها في بلادكم، عيب عليكم، عيب هذا الشيء، وما كيدارش وما كيدارش مع الخوت اخوه خوه. والمغاربه راه ماشي ساهلين وماشي ضعاف وقويين، وهذا الشيء كيقولوا عليهم اي بلد كيقول لك المغاربه ما شاء الله عليهم قويين وكيحترموا كيقدروا من الناس وكيقدروا الناس، وهما الى اقتدى الحال يكونوا الطرب ديال الناس اللي كيمشيو عليه بالاحترام وكيقدموا روسهم في خدمه الناس، مش ضعف، لا مش ضعف. وقلبوا وبحثوا، راكم باقي ما كتقلبوش، راكم كتقلبوا على شي حاجه اللي هي باينه في المغرب كتبغوا تدخلوها لكم. اما قلبوا باش تعرفوا مزيان التاريخ ديال المغرب. صحيح انكم نتوما بلد مليون شهيد، لكن ما عرفناش هذاك مليون شهيد منين جبتوها، واش حطيتو غير رقم وكتاخذوا عليها الفلوس وكترشاو عليها وكتباهوا بها؟ ولكن حنا راه ما شفنا عندكم حتى شي حاجه، بحيث ان حنا يوم اللي دخل عندنا الاستعمار راه حنا خرجنا حالنا في اقل وقت من اللي نتوما استعمركمنا، يعني كنتو ناعسين. اما حنا راه رجال وعيالات وولاد وحوامل، وحتى ناس ديال المخزن كانوا خدامين مع وضد حتى حرروا البلاد. شوفوا تاريخنا احنا شنو فيه، رجعوا للتاريخ وشوفوا شنو فيه. احنا ما استعبدتناش فرنسا، بالعكس احنا فرنسا دخلتنا كحمايه وخرجناها في اقل وقت كثير جدا من اللي دخلنا. انتم كتشهدوا على راسكم ان عندكم مليون شهيد، مليون شهيد يعني غرقات معكم، جلسات معكم حتى قتلنا، ماشي قتلتكم في مده قصيره، يعني راه خدات واحد الوقت طويل، كلات معكم وشربت معكم واستعمرتكم بما فيه الكفايه. كنتمنى تكونوا واعيين شويه، وديك الرايه اللي حرقتو ما دارت فينا حتى شي حاجه، غير فهمناكم مزيان على خاطركم، ولكن بقى فينا الحال، ماشي نقولوا ما دارت فينا حتى شي حاجه، بالعكس بقى فينا الحال وعرفنا ان انتم شكون وشكون اللي وراكم وشكون اللي اش كديروا. وعيب عليكم، عيب عليكم، لان هذوك الكبار ديالكم راه هما غير اللي كيحطموكم الا كتخرجوا ديروا مظاهرات بالشهوره وكتجلسوا مازال تحت رجليهم، راه المغرب غير كيعاونكم. نهار خرجت عندكم العافيه قال لكم المغرب حنا اللي غادي نطفيوها لكم، قلت لا راه حقا نتوما اللي شعلتوها لينا، ما غاديش تدخلوا عندنا. ايوا عيب هادشي، تراجعوا شويه، راه دري صغير، دري صغير ما يقدرش يقول بحال هادشي. لو قلتي لي قولوا، ما نقدرش انا نقولوا راجل كبير قولوا انت باش ندوز انا في الاعلام، يقول لك لا عمي ولا لا خالتي راه هادشي ما يقدرش يتقال، لان بين معيق ومعيار. تنتمنى ديروا لايك وتعرفوا ان شعار المغرب الله الوطن الملك، ويكفينا احنا الدول اللي كنمشيو ليها كتحترمنا وتتقدرنا، الى جارتنا ما بغاش تحترمنا وما بغاش تقدرنا، وملكنا قالنا نفتحوا الحدود وهما ما بغاوش يفتحوا الحدود، وهذا شيء انا بالنسبه لي انا بلاش. لكن حنا على راسنا الدول اللي كتحترمنا واللي كنجلسوا عندها وكتقدرنا وكتعاملنا بحالنا بحال المواطنين ديالها، وكنفرحوا فيها، وإلا بكينا حنا كيبكوا معنا، وإلا كانت عندنا شي حاجه كيكونوا سباقين معنا وحنا عليهم وهما علينا. لكن الجزائر هي بعيده علينا مع انها قريبه منا، والمغرب ورايه المغرب وشعب المغرب وملك المغرب خط احمر بالعريض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.